مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، وينطلق شوط القعدان الرئيسي، وارحب بزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الاخوه المتابعون عشاق الاصاله في ميدان الشحالية، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا الصباح الموفق إن شاء الله. هذا اليوم يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2023 في محلنا الثالث، والانطلاقات الخاصة بسن الإجداع من 5 كيلومترات. وهجني أبناء القبائل الكرام الذين يشاركون معنا هنا في جوهرة ميادين الخليج، ميدان الشحانية، حيث يحتضن هذه الشعارات الكبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في شوط رئيسي آخر ينطلق ويندفع بمجموعة كبيرة من الشعارات العملاقة التي تشارك وتبحث عن تحقيق الناموس في ميدان الشحانية. على بركة الله نتعرف وننطلق مع هذه الشعارات العملاقة في هذا الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. المركز الأول مباشرة، نخوض الشوط مباشرة إلى شاهين للسيد عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب على المركز الأول، يتربع الشعار على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني كرار على المركز الثاني بشعار بن عمارة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري على المركز الثاني. المركز الثالث نقلة أخرى إلى شعار الكعبي على المركز الثالث، أرحبوا على المركز الثالث محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، اسم جميل، اسم مميز هذا الاسم الكبير. على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع ختال للسيد بخيت بن سالم بن محمد آل بحيح المري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس هنا الغشمري على المركز الخامس، محمد بن سعود بن محمد ألف هيدا المري على المركز الخامس. أعلنت لحضراتكم أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام، من يتابع الريان مباشرة في هذا الصباح مع عدسات المميز المخرج المميز بشارب، وأيضا بن خزينة المتابعان لانطلاقات الشحانية كمخرجين مميزين في هذا العالم الساحر. يا سلام يا سلام، اعود الى المركز الاول اللي تربع على عرش صدارة هذا الشوط شاهين، عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب على المركز الاول على صدارة ومقدمة الشوط. الكادر الفوقاني دائما دائما يحمل المركز الاول، دائما يحمل القمة، دائما مشاركين والمتابعين ايضا دائما في هذه المشاركات يبحثون عن الكادر الفوقاني في كل مشاركة، لان الكادر الفوقاني دائما الكادر العلوي دائما مع المركز الاول، والكل طامح وطامع بالكادر الفوقاني وبالمركز الاول. الله يوفق الجميع ان شاء الله، تمنياتي للجميع بالتوفيق باذن الله تعالى. المركز الثاني بن عمارة بهذا الاداء المميز، وهذه الماركة الفي اي بي كما نقول، في اي بي يا بن عمارة، يا حمد يا بن طالب يا بن عمارة، هذا هو المضمر المميز، مضمر 10 على 10 هذا المضمر كما يقول محمد بن بريك، دائما يقول 10 على 10، هذا هو حمد بن طالب بن عمارة في هذا العالم الساحر من الشباب المميزين. خطف مع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني هناك في مهرجان ولي العهد بالسعودية في الطائف، خطف له كاس، خطف له كاس في سن الإجداع، في سن الثنايا اعتقد، نعم في سن الثنايا، اسمها عرين
الريم، الريم خدت لها كاس هناك في السعودية. عموما خلونا في الشوط، خلونا المركز الثالث، المركز الثالث هنا على المركز الثالث الغشمري، محمد بن سعود بن محمد الفهيد المري، شعار الصيعر يا من السعودية، هذا من السعودية. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع ختال بخيت بن سالم بن محمد البحيح المري على المركز الرابع. المركز الخامس رقم 10 نمبر 10، المركز الرابع اسمه العابر بشعار سيد منصور بن راشد بن محمد الودعاني المري. هذه النتيجة، خلصنا خلصنا خلصنا، خلونا مع ركب المقدمة، خلونا مع الصدارة. الثلاث اللي بهنزان اللقع، الثلاث شوفوهن على الكادر العلوي عبر شاشة الريال، الثلاث اللي بهنزان اللقع. الناموس وين؟ الناموس وين يا شباب؟ الناموس في الشوط الرئيسي، في الشوط الاول الرئيسي، في شوط الاشواط مع هذا الصباح المميز. من سيخطف الناموس؟ من سيخطف الناموس؟ يا سلام يا سلام على المركز الاول، على المركز الاول الغشمري، الغشمري، الغشمري مع هذا الصباح. ولكن غزو 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 غزو، عاد بن حنزاب، عاد بن حنزاب، عاد مع شاهين بن حنزاب على المركز الاول. المركز الثاني ختال، والناموس حتى هذه اللحظة حاير، ولكن الاقرب، الاقرب للناموس شاهين، يبدو لي شاهين لان عصاته ببطانة، طبعا عصاته ببطانة ما تحرك. السماعة شوي خربش عليه، السماعة شوي رح، خلاص ماذا تنتظر يا بن حنزاب؟ ناموس الشوط الاول غير، ناموس الشوط الاول غير، ولذة صباح الخير مع هذا الاسم غير. يا سلام، لذة صباح الخير في شوفتك غير، يلي صباحك مرتبط مع صباحي. هذا هو لسان، لسان بن حنزاب يقول لشاهين مع هذا الصباح المميز. شاهين بن حنزاب، عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، واستراحة المحارب. الناموس يا بن حنزاب، الناموس، الناموس، صباح الخير، جود مورنينج لهذا الشعار المميز. تهانينا والناموس، وفاز شاهين. كان خليت حساب طار يا اخوي. عموما على كل حال تهانينا والناموس لك يا عبد الله بن جابر بن حمد الحنزاب على فوز شاهين بالمركز الاول. اعطوني المركز الثاني، المركز الثاني ختال بخيت بن سالم بن محمد آل بحيح المري. المركز الثالث، المركز الثالث العابر منصور بن راشد بن محمد الودعاني المري. المركز الرابع، المركز الرابع الغشمري محمد بن سعود الصيعري، طبعا محمد بن سعود محمد الفهيد المري. المركز الخامس، المركز الخامس كرار عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7 دقائق 49 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، وتوقيت شاهين عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب. تهانينا والناموس. المركز الثاني ختال بخيت بن سالم بن محمد آل بحيح المري. التوقيت الزمني 7 دقائق 49 ثانية، 70 جزءا من الثانية. صاحب المركز الثاني هو شعار بخيت بن سالم آل بحيح المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث 7 دقائق 52 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، العابر منصور بن راشد بن محمد الودعاني المري. تهانينا، تهانينا والناموس، تهنئة.